عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ النهارده يا جماعه هيبقى في تحدي، والتحدي ده هيبقى منيل ب 60 نيله كالعاده. زي ما انتم عارفين لينوفو بتبعت لي كل شهر تحدي ان انا اعمله، وفي الوقت اللي انا بعمل فيه التحدي ده بستخدم فيه اللابتوب بتاعي اللي هو الواي 540. تمام، وانا هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن عشان تعرفوا قصه اللابتوب دوت، ولو انت عايز تعرف تفاصيل اكتر عنه. لو انت حابب تشتري اللابتوب دوت انا هسيب لكم لينك تحت، وهتلاقي فيه كودين خصم على اللابتوب دوت. نيجي بقى للتحدي. زي ما انتم شفتوا من عنوان الفيديو، المفروض ان احنا هنلعب في ايبكس. زي ما انتم عارفين احنا كل مره تحدي لازم، عارف انت، يبقى في قلش لازم يحصل. خلونا كده نقرا التحدي يا ريس. بيقول لك هلو اسماعيلز روبن سواب تشالنج. ماشي، هو التحدي المره دي المفروض ان هو تبديل الاسلحه. ماشي، المفروض بيقول لك ان احنا التحدي هيكون لطيف شويه، ان احنا نكسب جيم. تمام، المره اللي فاتت لا، هم كانوا عاملين حسابهم ان احنا نخسر يعني. باي سوابينج لوتس ويبنز. ايه؟ نعم، قايلين هنا في التحدي يا ريس ان احنا الناس اللي احنا هنقتلهم هناخد اللوت بتاعهم، مسموح لنا ان احنا اول ما ننزل اي لوت نقدر نجيبه، بعد كده اول فريق ان احنا نقتله نبدا ناخد منهم الاسلحه بتاعتهم. كده احنا كل مره هنقتل فيها حد المفروض هنبدل الاسلحه بتاعتنا معاهم. ماشي، هو الموضوع ظريف، ممكن المره دي ان احنا الناس اللي احنا نموتهم يكونوا جامدين جدا فناخد منهم اسلحه جامده جدا، لان بقى لو قتلناهم مثلا يبقوا بوتات في نفسيهم، فالموضوع يرسى على ان احنا معانا بيستول. المهم ان هم قايلين هنا في التحدي دوت ان انا ممكن اجيب اتنين معايا. تمام، فانا طبعا يعني جبت مين يعني اخر اتنين كانوا موجودين معايا في التحدي دوت؟ تابعي وصلاح اكيد طبعا يعني. عامه خليني بس اشكر لينوفو ايبكس ليجند ان هم عملوا سبونسر للفيديو دوت، وانا هسيب لكم اللينكين بتوع اللابتوب، وهسيب لكم الكودات بتاعتهم عشان الناس اللي حابه تشتريهم وتلاقي عليها خصم على اللابتوب. عامه مش هطول عليكم اكتر من كده يعني، هيا بينا نجامب الى الفيديو. تمام، وكمان عشان اصدم تابعي واصدم صلاح بالتحدي ده، احنا اول حاجه اول ما هننزل ليك اللوت اللي انت عايزه، خد دوت زي ما انت عايز، عيش حياتك لوت دروبات وحاجات. اول تيم هنقابله هنقتله نريحه. اعتبرت ان احنا قتلناه مثلا ان شاء الله يعني، بس ان شاء الله باذن الله قدم المشيئة. اول ما تقتله تاخد اللوت بتاعه، بنسوايب يعني. اللي هنقتله بعد كده ان شاء الله باذن الله هناخد برضك اللوت بتاعه، بس يعني هنفضل نلوت لوتات الناس. احنا قاعدين بنلوت يعني، هو الجيم كله تقريبا لوت. انا لما موتتش حد لوتك معاك، احنا ما نقتلش حد، احنا نروح يعني نروح على اخر تيم بقى، عارف انت، نقتله. انا كده عرفت احنا نعمل ايه. يلا ما نخش تريننج وخلاص، تعالى ويبقى كده تحدي وخلاص وانتهى الموضوع على كده. تابعي يا عم البرنس. عم ريدي يا عم؟ والله هو الغريب ان احنا كلنا ريدي، هو كلنا عاملين صح، انت مش عامل صح. انا عامل ربنا بارتي نت ريدي اهو. والله بعمل ايه ده يا عم؟ بص انا لو انا مش طايقكم من ساعه ما لعبنا مع بعض ببجي. تمام، بص ده يعتبر الجزء الثاني بتاع الفيديو اللي فات. الاولاني كنا احنا مش معانا، كنا احنا على باب الله مش لاقيين حاجه. تمام، المره دي بقى لما ايه بقى دخلنا طريق الحرام، هنطلع عارف انت اللي هو مطاريب بتوع الجبل. اطلع ايه يا جماعه، الاخبار عاملين ايه؟ الاسلحه بتتكلم عن ايه؟ حابب تنزلوا فين؟ اعمل لنا جو، انت تور جايد بتاع الرحله. بص احنا ممكن ننزل فرح شعبي في المنطقه ديت كده، ان شاء الله ناخد واجبنا وبعد كده نلعب جيم على النظافه بقى. والله بدايه حماسيه، بدايه جامده جدا. تعالى يلا بينا يلا بينا. انا عايز زاويه البدايات الجامده. ايه هو؟ ماشي يلا. تابع احنا نزلنا اصلا. قلتله ازاي هنا؟ بتاعتك اهو يا تابع، اسلحه اهو. خش تابعي. لا مالك فعلت قوي المره دي؟ لا لقيت مدندس معايا. مدندس ارفع جوه، ارفع جوه، ارفع جوه، انا جاي وراك. ادفع بص بره. ايه ده انت صلاح؟ تابعي. ايه ده في ايه ده؟ بيعملوا ار بي 2 هنا. قتلت واحد. لا خش جوه يا سما. العيال دي طريه على فكره، ممكن تقتله. وراك وراك بقى. جبت واحد والتاني جاب لي بصاله. خلي بالك خلي بالك، الله عليك هتابعك. اه يا تابع. بس انا قتلت واحد ميت اصلا تقريبا. كذاب انت كذاب. والله ده ما قتلش حد. ايه الهري ده؟ التابع جاب واحد بس. سوري عشان انا صراحه كنت عمال اقتل صلاح، ما اعرفش ليه. عشان تضرب فيه ليه يا عم؟ معاك وربنا. صلاح دخل من الباب. تمام، وبعدين لقيت واحد تاني طالع بداله، فما فهمتش. لا بس بدايه كويسه. بدايه هي التسخينه اللي في الاول دي، عارف انت، عشان تفهم اللعبه عامله ازاي. انت عايز تنزل الجيم اللي بعده عشوائيه ديت. احنا بنلعب ايبكس. صحيح، اوكي، كنتش عارف. لا هو احنا بننزل حد معانا يعني؟ عشان ساعات بحس كده احنا نازلين ماب مفيش حد معانا. بننزل بنلاقيهم تحت. ما انت المفروض تلاقيهم فوق ولا ايه؟ لا يعني اشوف حد ماشي جنبي. انا بنزل بلاقي الناس قاعده تحت. تابعي ده في ناس كتير. تابعي ناس دي. ايه ده؟ لا اله الا الله. خش يا صلاح. يا تابعي بتقفل باب عليا. انا عليك يا عم. تابعي انا نزلت ببق واحد. يا عم نفسك ما بتعرفش اسماعيل. انقذه انقذه. بقول لك ايه، هو في الدور الثاني. نهرب نهرب. انا جبته. اجري نام. مد حبل ولا اعمل اي حاجه، انا معيش اي شيء. لسه يا عم لسه صاحي من النوم. تابعي هو انت ايه اللي حصل؟ يا عم بس 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 بحترم نفسك بقى، انا معيش شيلد اصلا. في ناس قدام. مش مهم مش مهم، نفسك مش واخد بالك. حلو حلو الجرابل ده، حلو الجرابل ده، حلو الجرابل ده برضه. شفت الزحليقه دي؟ شفت الزحليقه دي؟ صح انت. تابعي انا من نفسي اقربكم. تابعي الله الله بيبقى تابعي. تعالى يا تابعي. اسماعيل انا عايز اقول لك على حاجه، ان هم يرجعوا لنا. يا سيدي بقول لك ايه، المكان ده متلوت. جي جي ناس هنا. وراكو وراكو اسماعيل بيبوش عليكو. اعمل بن اعمل بن.
تحت ارض. اعمل بل ازاي وانا لسه في السماء؟ يا لا اله الا الله انا خدت طلقه. يا جماعه انتوا عليك فلوس الناس دي. انت يا عم انت اللي بتقفل الباب وراك. يا عم مش عايزين ضيوف يا عم. اقول لك ايه ما تيجي نهرب كده. يا اله الا الله. انا وقعت مش مهم شو محدش يجير يا جماعه اهربوا. ايه ده في انا وقعت فين؟ تابعي الواد جاي لك هتابعي الواد طالع الحبل. العيال عندي اصلا انا مش قادر. طيب تمام ظبطوا بقى. ايه ده تابعي جري صلاح يا رب صلاح. صلاح مات. تابعي انت الامل يا تابعي. باي باي تابعي. هيا صلاح. هيا صلاح انت تابعي انت ليه جدع قوي كده جري. بص فتح عارف انت فتح على الرابع. صلاح انت شكلك اتغير قوي من ساعه ما طلعت فوق بقيت مدي على مكعب كده. قررت اني اجي لك يا عم. انا محشور في حفره يا عم. تابعي انت جنبي اطلع تابعي اسقط في الحفره بسرعه. حفرتي انت فين؟ هتحول لصندوق. تابعي فول يا سيدي فول اتش بي ان شاء الله حتى 4K المهم ترجعني وخلاص. اه ده بيقلش. لا ما تصحوش ما تصحوش. انا اسف انا اسف. بوكسات بقى هزار بوكسات هزار بوكسات زي ما انا متوقع يعني عارف انت. انا بريح الاول صلاح بعديه تابع هو اللي بيفضل. هو ده الترتيب اللي معاك. تلوتنيش ما تلوتنيش خليك انسان شويه. ده تابعي ده تابعي. انت بتسال في ايه؟ ده تابعي ده هيمصمصك. تابعي في دروب قدامك اهو. يا عم دروب ايه بس انا لا اكل دروب يا ولد. ايه ده تابعي انت ممكن ترجعنا ننزل بقى نريح بقى واحد بس من كتر ما هو كان موجود في البوكس تحس ان هو عايز ينزل يعمل شويه رياضه الاول. ايه ده اسماعيل؟ لا تابعي ما تريحش يا تابعي. هو مفيش حد قدامي بس في حد كان هنا من قريب. جو بقى سسبيشس اللي هو فيه بقى وجو اللي هو عارف انت السايكو يعني. انت مش واثق فيا برضه يا عم؟ واثق فيك والنعمه يا عم. هات سلاحي يا تبعي هات سلاحي. للاسف يا صلاح مش هتاخد منه حاجه. ده تبعي ما انا عارف. وانا معايا سلام. طب هخش فايت بواني بعدين يا صلاح. هي فرقت يعني معانا سلاح ولا مش معانا سلاح؟ يا عم عايز ادافع عن نفسي يا عم. بالاحساس يا ريس. بالظبط. ويا صلاح عادي انا هاخد ده. الحته دي مش متلوته. في امل. احنا في ناس بشت علينا انت واخد بالك؟ تبعي طبعا انا موت. اي هاف نو امو. طيب سامحك سيب المشاكل الداخليه دي على جنب. مموت يا سمعه ناو. لا الوقت اريح. لا وانا اتوه مش وانا دمشت واحد عايش حاجه يا عم. حاجه والله ولا مش كينج سكاني موجوده. الماب القديمه هات ماب القديمه. اوه بقى 900 كيلا الله ايام ما كنت بلعب. انا مش لاقي حتى ان انا اضرب العيال. يلا على سكال تاون. بص الاداء. بص الايه؟ بص الاداء دلوقتي. انت بتزعل ليه؟ ما احنا اصحابك يا عم. مش احنا معاك على فكره في التيم. بقول لك ايه وايه جو السيركل القومي اللي احنا فيه ده؟ وبص جد ادي يا صاحبي واسع تنت رنن رنن واسع تاني 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 تابعي انت ليه ما بتجيش تلعب معانا يا تابعي؟ يا عم الله. طب انا غالبا سمعت صوت عندي. طب انا فعلا في ناس انا اسمعين والله. معاشر عندي اها خش يا ريس. مفيش حد جوه. مفيش حد ايه يا عم ليه؟ هو الناحيه دي اسماعيل وراه وراه. ايه ده؟ حلو قوي. واحد عندي اخير الاخير عندي ده كان ايه يا جدعان؟ تلت خالص اسماعيل. اجاي هولد اوت نايس. ايه ده؟ ايه ده جنيد؟ ايه مين بيعمل ايه؟ الو اسماعيل عندك ناس. لا عندنا بص عليه بواني يا سمر. بص عليه بواني. الواد ده انت جدا الله عليك. ايوه يا عم الله ورايا. احنا كنا المفروض بنعمل ايه اصلا؟ تحدي المفروض نقلب الناس صح؟ ما انا قلبتهم خلاص. انتظر السردات. في سردات دخل علينا دلوقتي كلهم. المابه كلها دي علينا دلوقتي. طب انا عندي فكره بدل ما هم يجوا علينا تعالى احنا نروح اسوم. طب استنى اهيل. طيب ما تقلقش يا عم. ايه الحماس اللي انت فيه ده؟ يلا يا سعيد ادونا فرصه انت بقى. استنوا يا جدعان احضر الفايت دي. طيب انا نزلت تحت. ناس هنا ناس هنا اسماعيل. بوش امو 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 سامع 60 عايز ده لايت 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 قول 60 تبعي. شفت شفت الناس اللي وصلت تبعي؟ ايوه ده في بني ادمين. سكوتين سكوتين خلي بالك مش واحد. ها
الواد ليت جدا يا جدعان. انت بحضر اي فايت؟ اي فايت ماليش دعوه، انا هاخد اي حاجه يا جدعان. انت بحضر الفايت وانا بدمج العيال واجري وخلاص. اوك على مفاجاه، اسماعيل فاضل سكواد واحد بس قصاد. يلا بينا. انا عندي مكتوب ان انا قتلت واحد وسلمت على اربعه. انا جاي من المستقبل اسماعيل وراك اللي تشالنج خلص بدري كده. سامع حد عندي؟ سامع حد عندي؟ ايه خلي بالك. جيت لك جيت لك كده. هو عندي واحد يا مريض. واحد وقف وان مونتر كمان. ايوه انت قتلت امتى؟ قتلت اوكتين. يا سلام. اه يا عم بقول لك انا قتلت ثلاثة وعملت هاي فايف لاربعه. قلت لك وديني كيس كاني. لا انتوا قاتلين نفس صلاح. انا وصلاح. صلاح انت اخويا. ما تقعدش معانا. تمام انت جايب خمس كلام. ما تقعدش معانا انا وصلاح حبيبي. تمام ما تقعدش معانا تاني. بص انا عامل 707 دمج. انتوا مين كنتوا بتسلقوا كلات مني تقريبا حاجه زي كده. الو انا عامل 900 يا عم. اسكت بقى بورنتك دي يا عم انت بقى. طبعا يعني يا رب الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو حابين نشوف فيديوهات تانيه من التحديات ديت او من ايبكس ليجند اكيد انتم لايك وسبسكرايب. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. نستعملها دول.